المجلس الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف عضو رابطة المخلصين الجمركيين عصام بهجت عن تحول منفذ مندلي في محافظة ديالى إلى نافذة لدخول السيراميك الإيراني للأسواق العراقية، وقال بهجت إن 13 شركة كبرى إيرانية متخصصة بالسيراميك والمواد الإنشائية الأخرى تحولت إلى بوصلة لتصدير منتجاتها للأسواق العراقية عن طريق منفذ مندلي الحدودي بسبب القرب من بغداد وموقعه الجغرافي من خارطة طرق برية مهمة. وأضاف أن نسبة 30% من التصدير الإيراني من السيراميك وبقية المواد باتت تصل إلى منفذ مندلي الحدودي مع إيران. أعلنت شركة تسويق النفط العراقية أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 77 دولاراً للبرميل الواحد خلال شهر تشرين الأول الماضي. وقالت سومو إن مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغ 342,800 برميل، مبينة أن معدل التصدير بلغ 11,000 برميل يومياً. وأضافت أن معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 77 دولارا و33 سنتا للبرميل، مبينة أن قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 26,508,724 دولارا. شهدت أسعار القمح في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة انخفاضاً بنسبة 5.5% بعد إعلان عودة عمل ممر الحبوب الأوكرانية بحسب بيانات التداول. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر كانون الأول للقمح في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 5.5% لتصل إلى 8 دولارات و50 سنتاً. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا ستعود للمشاركة في اتفاق الحبوب بعد أن تلقت الضمانات المكتوبة من أوكرانيا بعدم استخدام ممر الحبوب في العمليات القتالية ضد موسكو. قال وزير التجارة التركي محمد موش إن حجم صادرات قطاع الخدمات التركية ارتفع بنسبة 66% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وأوضح موش أن الصادرات الخدمية التركية إلى جميع أنحاء العالم زادت إلى أكثر من 4 أضعاف خلال 20 عام الماضية، مبيناً أنه بالرغم من كل السلبيات فإن صادرات تركيا الخدمية بلغت 55 مليار دولار في عام 2021 بزيادة قدرها 57%. وأعرب موش عن أماله بأن يتجاوز حجم صادرات الخدمات عتبة مليار دولار في وقت قصير. أظهر مسح لوكالة رويترز أن إنتاج أوبك من النفط في شهر تشرين الأول انخفض 20,000 برميل يومياً عن شهر أيلول ليصل الإنتاج إلى 29 مليون برميل يومياً في أول تراجع منذ حزيران الماضي. وكانت أوبك قد رفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل قائلة إن هناك حاجة إلى وجود استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
ختام الموجز، إلى اللقاء.